آه حيوان طيحها بالفخ. يس طيحناها بالفخ. عزيزي المتابع، هل تعلم ان هذه المرة الثالثة اللي اصور فيها اللعبة؟ واذا ما ضبطت المرة الثالثة ماني مصور. الثالثة ثابتة. وش السالفة يا نيرو؟ اول مرة سجلت اللعبة اكتشفت في نهاية التصوير ان شاشة اللعبة ما كانت تسجل، البرنامج كان معلق. المرة الثانية قبل لا اخلص اللعبة عند النهاية بحل اللغز واهرب، علقت اللعبة جلتش من حيث لا تعلم يا نيرو. والثالثة ثابتة. نقول مقدمة. ارحب بوسرك وعطى بركاته اخوكم احمد اونا رقمون 35 عدنا اليكم من جديد. يا ولكم يلك اخباركم ان شاء الله بخير وصحة وسلامة. عايشين متابعين المتابعات، عجوز المدرسة الشريرة عادت الينا بالجزء الثاني، وفي تسريبات تقول ان رجل الايس كريم الشرير موجود. نعم رجل الايس كريم الشرير موجود، لكن لازم نحل اللغز. اوكي نقول بسم الله وعلى بركة الله ما بيطول عليكم، نلعب طال عمركم بالمستوى السهل ونتعوذ من ابليس، لاني طفشت الصراحة من كثر ما اعيد. فبسم الله لنرى المقدمة مع بعضنا البعض. هذه هي طال عمركم. نعم انها هي عجوز المدرسة الشريرة. اوكي وش دراك يا نيرو، وجهها الصراحة انه يعني فيه شبه نفس شكلها اللي في الجزء الاول طال عمركم، هي اللي على اليسار وجهها يعني ضعيف، عرفتوا؟ اوكي نعم نعم، اللي شافوا الجزء الاول يعرفون شكلها زين صراحه، ما تغير شكلها على الجزء الاول مره. ما ادري ايش طاربني انا. لا عاد يطقطق الله يرحم والديكم، تراني طفشان. المرة الثالثة عيد اللعبة، المرة الثالثة، لكن ان شاء الله انها الثالثة بتكون ان شاء الله يعني ثابتة. فزت خسرت علقت بنزل الفيديو. عصبت يا جماعة الخير. افصلت العجوز. اوكي في فيلم. اللي يعرف الفيلم هذا سالفة زعلها. اسمع صوت طق الباب. اسمعوا طال عمركم اسمعوا. اوكي ممتاز جدا. شيت خشيت علينا. ابشري طال عمرك. هذه اللعبة حقته. هذه اللعبة حقته. طال عمركم. هذا حيوانها الأليف. يا خلصت الحيوانات الأليفة، ما عاد بقى الا ذا الحيوان الأليف في الدنيا ذي. ابشري طال عمرك. شوفوا الديك اللي على اليسار معضل معضل يا جماعة الخير، وانا ماني معضل. المهم يا جماعة الخير، لنرى مع بعضنا البعض ما هو الفيلم. طبعا يقولون لك يجب ان تهرب من المدرسة. طبعا المدرسة هذه تختلف عن الجزء الاول طال عمركم. شوفوا منايمين هنا، ان شافوك بس رحت عند الباب هذاك صحوا عليك ودبغوك. المهم اول شيء نسوي لازم نسجل الكود هذا لانهم نايمين. الكود هذا مهم جدا طال عمركم. الكود يقول لك 4478. سجلنا الكود طال عمركم. فالذي ستفعله يا نيرو 4478 انك تاخذ الكود هذا وتذهب عن طريق المخبأ السري. المخبأ السري طال عمركم من هنا. لا العجوز الشريرة ولا حيواناتها الأليفة يعرفون انك هنا، ولا ابن ام. وحاول انهم ما يعرفون انك هنا لانهم لو اكتشفوا سيترفسون في بطنك. اوكي يا جماعة الخير، اول شيء تسوي يا نيرو تتعوذ من ابليس وتذهب الى المدرسة. حاليا بنروح للمدرسة، في عندنا اربع اماكن، كل مكان متعلق في مكان. تحل لغز هنا. الصراحة يعني عشان اكون معكم صريح، في البداية اكلت تبن، يعني ما ادري كم دقيقة صورت الصراحة في اول مقطع،
لكن طولت لين وصلت اللي وصلت. يعني خلينا نركز شوي. لا مو موجودين، مو موجودين. اول شيء نسوي يا جماعه الخير ندور على المسطره، هذه المسطره بسم الله ما شاء الله يا ابو ريان، هج هج ترجال، ناخذ المسطره طال عمركم ونهرب من المدرسه. والسالفه المسطره يا نيرو راح اعلمكم عليها. ننزل الحين نتعوذ من ابليس، مهمتنا ان نهرب من المدرسه. وش دخل رجل ايس كريم الشرير في الطبخه يا نيرو؟ راح نشوف مع بعض، لان رجل ايس كريم الشرير ذا نكبني الله يصلحه، ما اقول غير الله يصلحه. اه شيت، في صوت يا جماعه الخير، هم طبعا ما يدرون اني انا في المخبأ السري هذا، لانهم لو داروا بيترفسون في بطني. بسم الله وعلى بركه الله، ان شاء الله انهم مو موجودين. شكلهم موجودين، لا مو موجودين، ابشركم نبي هنا نجي طال عمركم ناخذ الكروبر المفك الحديدي طال عمركم، ناخذه ونتعوذ من ابليس وننزل. بعد ما ناخذ الكروبر طال عمركم ونفك الحديده هذه علشان نذهب الى مكان مهم جدا، المكان الاصعب في اللعبه كلها طال عمركم هو هذا المكان. طيب لازم نروح الحديقه صح؟ لازم نروح الحديقه. طيب انا ما راح ادخل هنا ولا راح اسوي شيء، بانزل الحديده هنا علشان العجوزه تحس بني هنا وتجي هنا، عرفت؟ وتدور عني ما راح تلقاني. في نفس الوقت نهج حنا نحاول نخلص امور في مكان ثاني. بنروح الحديقه، عندنا شيء مهم نسويه في الحديقة، وهو طال عمركم انه ناخذ قاطع الاوتار. قاطع الاوتار يساعدنا في اننا ناخذ بطارية. المهم هنا في غدرات، هنا في غدرات طال عمركم، لكن اهم شيء اهم شيء اسوي قاطع الاوتار. لا والله قاطع الاوتار مو موجود، قاطع الاوتار مو موجود. لا يا ليل النكبة، قاطع الاوتار مو موجود. لا تقولها، الله يرحم والديكم. ان كانه مو موجود انكبنا، ان كانه مو موجود انكبنا يا جماعة الخير، وسننجلد على عيننا. يعني ابشركم انا اننا راح ننجلد على عيننا. اه حيوان طيحها بالفخ، يس طيحناه بالفخ. وين نسي العجوز؟ وين نسي العجوز؟ العجوز العجوز. اوكي ما صادتنا، ممتاز جدا ما صادتنا. اعتقد اني القى قاطع الاوتار، ممكن القاه في هذه المنطقة اعتقد. يعني الواحد يقول ان شاء الله اننا نلقاه، لكن يعني على ما قالوا ربك ييسر الامور. نروح هنا يا جماعة الخير، اوكي نفتح الباب هذا بعدما ان ندق الجرس طال عمركم. ندور فينا مفتاح، لا ما في مفتاح. نطلع فوق. ليش دقينا الجرس؟ علشان في هنا عجوز بعد لازم ما تشوفنا، شافتنا انكبتنا. في شيء هنا؟ لا والله ما في شيء. لا والله نكبة، لا والله النكبة. اللعبة علقت، ماني قادر اخذ الشغلة اللي قدامي، ماني قادر اخذ قاطع الاوتار. عرفتوا ليش طفشت؟ لكن لا نفقد الامل، نقفل اللعبه وارجع ان شاء الله انها تزين الامور. شايفين ماني قادر اخذ شيء، نعيد اللعبه. بعدما زان الامر طال عمركم واخذنا قاطع الاوتار، لازم نطفي الكهرباء عن كل الغرف الاربعه هذه. ليه يا نيرو؟ لماذا يا نيرو؟ علشان اوريكم الان لماذا. سترون مع سنرى مع بعضنا البعض طال عمركم. بعد ما نفصل الطاقة عن الأربعة، احنا جايين كل الفيلم هذا عشان ناخذ البطارية هذه. أنا أوريكم إياها. قطعنا السلك صح؟ قبل لو قطعنا السلك بدون لا نطفي الأربع بيوت هذه، ستنفضنا كهرباء وستطيرنا المريخ طال عمركم، ونخسر. فإن شاء الله أنها تزين الأمور. نبي نرجع المدرسة الحين واخذ ال 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 ايش يسمونه؟ المسطرة مرة ثانية، لأني زي ما قلت لكم عدت اللعبة قلت اشد معي مرة ثانية.
طبعا جاني بوكس صادتني العجوز زي ما شفتوا باللقطة اللي قبل شوي. كنت بركز ولكنها صادتني، ما عاد بقى معي إلا حياتين، فربكم يسر الأمور. بعد ما أخذنا المسطرة طال عمركم أخذنا عنصر مهم جدا عشان نحل اللغز، وهو طال عمركم وينه؟ هذه العدسة، عدسة من نظارة، نظارة كسرتها في الأرض وطلعت لنا العدسة هذه. العدسة هذه نحتاج عشان نسوي منظار بحيث أنه نقدر نحل اللغز. طيب ما راح أحس مخكم، راح نطبق مع بعض. نذهب الآن إلى هنا طال عمركم. نأخذ الكروبار وننتقل إلى الغرفة الآخر، الغرفة الأخرى عفوا. الآن طال عمركم نأخذ البطارية ونروح نحطها عند مكان مهم جدا. تكفون أنهم مو موجودين، لا مو موجودين أبشركم. نذهب إلى هنا طال عمركم ونضع هذه البطارية ونرجع نأخذ العدسة ونحطها بعد في نفس المكان. ننتقل الخطوة مرة صعبة جدا، الخطوة هذه مرة صعبة وفيها مغامرة. نحط العدسة. أخوكم بالله مرتبك، ما في معي فخوخ. نحط العدسة هنا، نفعل الفخ بعد، في فخ هنا لازم نفعله. أوكي فعلنا الفخ طال عمركم. يلا تكفون لا تطلع لي. يس ما طلعت لنا، ممتاز جدا. ننزل للأسفل طال عمركم. أوكي نتأكد انهم مو موجودين، لا مو موجودين، ممتاز. نروح يا جماعة الخير نفك الكود هذا. الكود يقول لك 1518 بسرعة. اوكي ناخذ هذا المنتج بسرعة قبل لا تجينا العجيز، لان احتمال تجينا في اي ثانية. الان طلعنا صوت هنا، بتأكد انها ما طلعت لنا بس. اوكي اوكي نضغط الجرس هذا ونتعوذ من ابليس وننتقل الى الدور العلوي. نطيح الايس كريم. هذا صندوق من الايس كريم طال عمركم. نطيح الصندوق حق الايس كريم ونهرب من هذا المكان المخنز، هربة الرجال. اوكي تنزل من هنا. طيران، ما عندك تفاهم. وما هي الخطوة القادمة؟ أخوكم بالله مرتبك لما معه ولا فخ. الخطوة القادمة طال عمركم، وش الخطوة القادمة؟ نعم الخطوة القادمة نذهب و نشوف في المنظار، راح نشوف رجل الايس كريم الشرير يعطي ايس كريم للعجوز. عرفتوا ليش طيحنا الايس كريم؟ عشان كذا. تكفون انه ما تطلع، لان اذا طلعت لي الحين انجلدنا على عيننا. طيب ناظر حاليا من التلسكوب، ننتظر رجل الايس كريم لين يجي. هذه مزرعتنا اللي قبل شوي كنا نفحط فيها. هذا هو، جانا رجل الايس كريم، جانا. هذا هو وصل الايس كريم كما نرى. والحين يدق الجرس. تاخذ الايس كريم الان العجوز، واللي راح نسوي انه راح نخرع العجوز، نسوي له سربرايز. ولما نسوي له سربرايز تحت الحديده هذيك وهي تمشي فوق الحديده اللي على اليسار هذه، راح يطيح منها المفتاح. يس طلع المفتاح. المفتاح وين بنلقى الان يا جماعه الخير؟ صادتنا العجوز، صادتنا. والله العظيم ما يصلح، صادتنا العجوز، صادتنا. نبي نروح للحديقة ناخذ المفتاح طال عمركم، وبعد ما ناخذ المفتاح نهرب بسلام. اوكي اللعبة مقلتشة معي، ما يطلع لي اي فخ، ما ادري ليه. المهم خلنا ناخذ المفتاح. الوضع يبي له مغامرة.
الوضع يبالى مغامرة. أوكي نتعوذ من إبليس. أوكي الحيوانات هنا تنتظرنا طال عمركم. ننتظر من هنا نشوفهم من هنا شايفين يطلعون ويروحون ويجون، ولكن ربك يسر الأمور الآن إن شاء الله. مشكلة الحيوانات اللي هنا إن عطوك بوكس صرعوك، يعني ما في نفس، بوكس صرعة على طول. صادتنا وخسرنا. تكفون نبغى يوم بس زيادة، 3 أيام والله مو كافية. خسرنا. What is it? Still here? What are you doing? صادتنا. Stop singing that weird thing. I cannot wash my I will give you everything if you fulfill my wish. May Eliza enter the flesh of this human creature. Yeah! You're an ugly and evil nun. It seems that the spell has to be performed again. ما زبطت. Game over. ما قدرت تزبط لا حركتها الشريرة ذي، خلطتها ما أدري إيش. أبشركم صرعت ذا الحيوان وصرعت الحيوان الثاني بعد. نتعوذ من إبليس وهجهجة رجال يا نيرو. فينش. يس. صار لي فوق الساعة يا جماعة. Gummy, come in. It's cold. شايفين اللحسة جالسة شيء كذا، الكاميرا شغالة أم لا؟ عشان كل شوي تفصل علشان حفظ البطارية. وصلنا لنهاية الحلقة يا صديق المتابع، لا تنساني من اللايك والدعم. عجبتك الحلقة لايك، ما عجبتك الحلقة ديسلايك. اكتب لي سبب ديسلايك إذا عندك وقت. لا تسرق تشتري إذا كنت مشترك. تابع الحلقات الباقية. يعطيكم العافية على دعمكم الكبير. نشوفكم إن شاء الله على خير في الحلقة القادمة. كرم معكم أخوكم محمد أول رقم رفض التفاف. نراكم إن شاء الله على خير. Peace out. متحمس إني خلصتها.